ما زلنا نتواصل معكم مشاهدينا ونجي معكم اولى حواراتنا لليوم وهذه الفقره المميزه. تعودنا دائما مشاهدينا في فبراير يكون عندنا فعاليات كثيره، واليوم نلتقي معكم مع الشيخ سالم نواف الاحمد الجابر الصباح رئيس اللجنه المنظمه للموروث البحري. مساء الخير شيخ. يا هلا ويا مرحبا، حياك الله ويانا. اهلا وسهلا. ما شاء الله فبراير نشاطاتكم كثيره ومميزه، ودائما ما نجد الكثير من الانشطه التراثيه والموروث الشعبي وايضا الموروث البحري. السنة عندكم نشاط كبير من خلال لجنتكم، كلمني عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في مناسبة أعيادنا الوطنية جرت على عادة القيادة السياسية بإحياء تراث الموروث البحري الخليجي لهذا العام، وهي طبعا دائما بمكرمة أميرية سامية سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن يمن على أهل الكويت بالأمن والأمان. دي نعم. جميل، يعني الكثير من الشباب يحب أن يعرف هذه اللجنة سوف تقدم الكثير من الفعاليات خلال شهر فبراير. نعم. إن شاء الله رح تبدو من متى إلى متى؟ بالفعل حنا حاليا باب التسجيل مفتوح للمشاركين، من يرغب بالمشاركة. حاليا حنا عندنا تقريبا 3 دواوين تمثل على مستوى الكويت، منها دوانية الفنطاس، ومنها دوانية السالمية، وأيضا عندنا دوانية الوطية. الباب التسجيل ما زال مفتوح للراغبين بإحياء هذه المهنة وهي مهنة صيد الأسماك، والإخوان هناك في إدارة التسجيل راح يكونوا متواجدين على مدار اليوم، عندهم على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. جميل، اللي حاب يشارك هل يشارك عن طريق أنه مثل ما ذكرتي يحضر إلى ديوانية الصيادين، ولا في عندكم سايت معين أو عن طريق النت أو التسجيل شلون؟ لا أختي شوفي، هو احنا يعني سويناها على 3 مناطق على مستوى الكويت. جميل. من يرغب أن يشارك في منطقة الفنطاس ما عليه أن يتوجه إلى ديوانية الصيادين اللي بالفنطاس، قريبة منهم. قريبة منهم، ينطبق هذا الأمر حتى الديوانية السالمية، وأيضا ينطبق على ديوانية الوطية. من يرغب في عملية المشاركة ما عليه بس أن يتوجه إلى ديوانية اللي ذكرناها في السابق، عليه أن يسجل ويقدم أوراقه، وهناك راح تكون هناك لجنة طبعا باستقباله. جميل، بالنسبة حق أهدافكم اللي إن شاء الله حابين تنفذونها خلال الفترة القادمة كلجنة منظمة، شنو أبرز الأهداف اللي تسعون لها؟ طبعا احنا دائما نسعى إلى إحياء هذا التراث، بأن هذا التراث أن لا ينسى في ظل هذه التطورات اللي احنا قاعد نلاحظها سنة عن سنة. فبمكرمة أميرية سامية وحرص القيادة السياسية لإحياء هذا التراث كل عام، وجب علينا احنا كلجنة منظمة أن نحيي هذه المهنة وهي مهنة الآباء والأجداد، حتى يتوارث من يأتي من بعدنا وأن يستمر في عملية إحياء هذا التراث. جميل. شيخ، واحنا نحضر الحلقه بشرتني ان في الكثير من الناس مشاركين معاكم سواء كان على مستوى دوله الكويت او خارجها. نعم. وعرفت خبر ايضا ان دول الخليج مشاركين معنا السنه في الكويت. هذا الكلام صحيح. طبعا اللجنه العليا رات بعمليه ونظرت للمشاركين في الجانب البري بالمسابقات بمشاركه اخواننا في دول مجلس التعاون، رأت اللجنة أن أيضا في الجانب البحري أن نفتح المجال لإخواننا بدول مجلس التعاون للمشاركة، وفي السنة الماضية بالفعل تم مشاركة إخواننا من أهل من دولة البحرين الشقيقة، وأيضا من دولة إذا ما خان الذاكرة السعودية، المملكة العربية الشقيقة السعودية أيضا شاركت. جميل. فنتأمل إن شاء الله من كافة إخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي من يرغب في إحياء هذه التراث أن يتقدم إن شاء الله عندنا هذا العام. جميل. برأيك يعني الحفاظ على هذه الموروث سواء كان الموروث الشعبي أو حتى الموروث البحري، شنو راح يشكل حق الجيل الجديد من معلومات ومن حتى مشاركات؟ بالنسبة للجيل الجديد يعني احنا للأمانة يعني تفاجأنا في بعض من الأخوة في مجتمعنا الكويتي ممارسة صيد الأسماك عنده ما عنده فكرة يعني وافية عنها. صحيح. فدور اللجنة ودور المشاركة مع استمرارية إحياء هذا التراث راح يكون عنده انطباع، هذا المواطن راح يكون عنده انطباع، فبالتالي راح يتعلم كيفية الصبر، راح يتعلم كيفية اتخاذ القرار المناسب في لا قدر الله صار يعني عوامل جوية تفاجأنا فيها بأنه يتغير. صحيح. راح تعلمه أيضا شلون
يواجه هذه الظروف، يعني بحيث انه يقدر انه يعتمد على نفسه بالفعل في اتخاذ قراره بالفعل. فهذه من 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 اهداف المسابقات اللي كل عام. هذا جانب. الجانب الاخر احياء هذا التراث. صحيح. يجب ان يكون هناك استمرارية في إحياء من كل عام. بالفعل بالفعل. لأن حنا مجتمعنا ينشق إلى شقين أمانة، مجتمع ينتمي إلى البر بالفعل ومجتمع ينتمي إلى البحر. صحيح. فإحنا مجتمعنا لله الحمد يعني نسبة كبيرة جدا من ينتمون إلى البحر. فدورنا هنا كلجنة منظمة إحياء هذا التراث أن يكون دائما باستمرار من كل عام. حلو. لو نتكلم عن المسابقة وكيفية التجهيز لها والإعلان عنها، وأيضا أكيد اللي حاب يشارك لابد يكون يعرف شوية عن الجوائز. هو طبعا احنا جوائزنا دائما مادية. أكيد. دائما مادية بالنسبة للمسابقات اللي راح تقام إن شاء الله في الأسبوع القادم. طبعا شروط المسابقة بالنسبة للمشاركين 100 متسابق كحد أقصى لكل مسابقة طبعا على 3 دواوين. من هالأمية متسابق يتم الاختيار 10. جميل. من كل مسابقة. يعني قصدك من كل شنو أنواع المسابقات أولا حتى نعرف إن لا أنواع المسابقة أختي هي مسابقة واحدة فقط. ما تتنوع في كذا مسابقة، وهي صيد الأسماك. صيد الأسماك اللي هو بين قوسين الحداق. الحداق أكيد. إيه. ولكن الحداق. إيه نعم. الآن إحنا هذه السنة أضفنا إضافة تساعد المشاركين في عملية صيد الأسماك، وهي عملية السنارة. جميل. السنارة هذه أداة حديثة. صحيح. ولكن إحنا شفنا كلجنة كثرت الناس على طلبها. بالفعل. فاتفقت اللجنة إن ندخلها هذا العام. ناخذ معلومة أكثر. الأول كان بس بالشبك وبالخيط الحداد. لا كان بس بالخيط فقط. بالخيط. بس بالخيط فقط، ويحط له ميدارين أو ميدار فقط. حلو. الآن صعبة صراحة، يعني ميدار أو ميدارين شو يصيد؟ لا هي هذه الحداق يعرف إنه أكثر من ميدارين لا ما يقدر. بالفعل. فإحنا حطينا هذا النظام يعني واستمرينا عليه لمدة 6 سنوات، وهذه السنة السابعة. ما شاء الله. هالسنة اللي ضفنا أختي مثل ما قلت لك إضافة الأداة الحديثة وهي أداة السنارة، نظرا للطلب اللي عليها من قبل إخواننا اللي دائما كانوا يعني إحنا دائما نأخذ السلبيات ونأخذ الإيجابيات حتى نتلاشاها في المسابقات القادمة. فنظرنا في عملية السنارة من السنة الماضية، قلنا إحنا ندرسها كلجنة منظمة ومن ثم نقررها. شلون كان الإقبال؟ الإقبال كان جدا ممتاز. جميل. يعني كان في ناس حابة تشارك فيها. بالضبط. خصوصا بعد ما أعلننا بأن إحنا هذه العام سمحنا لأداة السنارة في عملية الاستخدام في مشاركات كافة المسابقات اللي لهذا العام إن شاء الله. جميل. يعني ما شاء الله هذه الفعاليات راح تستمر بإذن الله خلال شهر فبراير أم فترة معينة منه؟ لا إن شاء الله راح تستمر لغاية نهاية فبراير. لغاية نهاية فبراير. نعم. حلو. يعني أثناء ما نحضر الحلقة إني أشدت حضرتك بأن صاحب السمو أمير البلاد حفظها الله كان دائما يرعى ويعزز إنه يكون عندنا الحفاظ على الموروث سواء كان الشعبي أو البحري. تكلمنا على هالنقطة. طبعا القيادة السياسية جدا مهتمة من كل عام أن يحيى هذا التراث، وبمكرمة أميرية سامية من مقام سيدي حضرة صاحب السمو ومقام سيدي سمو العهد احرصت اللجنة أنها تواكب هذا المكرمة الأميرية وأن تستمر في عملية إحياء هذا التراث من كل عام. فنظرا لمشاغل القيادة السياسية إلا أنها حرصت كل الحرص أن يقام هذا التراث من كل عام. جميل. فهذه متابعة من القيادة السياسية لهذا الموروث ولهذا التراث سواء البري أو البحري. بالفعل. شنو حاب تقول لكل اللي تابعنا حتى أن يشارك سواء معك في هذه المسابقة أو حتى كلمة عن الموروث البحري؟ أقدر أقول لهم الآن ما زال الباب مفتوح، باب التسجيل مفتوح إن شاء الله، وسوف يقفل في نهاية هذا الأسبوع، لأن عندنا إن شاء الله في أول مسابقة فعلية راح تقام إن شاء الله يوم السبت بإذن القادم. القادم إيه نعم في منطقة الفنطاس. جميل. فعلى الراغبين أن يتسارعوا بالتسجيل لأن صحيح. فعلا وقت الإقفال قرب. وأنا قلت لي 100 يعني فرد في قليل 100 متسابق. نعم صحيح. فوقت الإقفال قرب. إحنا اليوم الأثنين عندك فرصة، الثلاثة والأربعة عندك هاليومين. صحيح. احتمال يوم الخميس سكرون يصير إعلان عن عملية تسكير التسجيل. أكيد إحنا نتمنى لكم التوفيق وأكيد راح نشوف معكم نتائج والنتائج والجوائز. نعم. ونقول إن شاء الله أيضا أن يكون الموروث البحري متواصل في فبراير والسنة القادمة أيضا تكون ضيف عندنا إن شاء الله. إن شاء الله. كل شكر لحضورك معنا اليوم شيخ، وأتمنى لك أكيد التوفيق واللجنة المنظمة أيضا. شكرا. بارك الله فيك ويعطيك العافية. حياك الله معنا ونتواصل معكم مشاهدينا في باقي فقراتنا المساء
الخير بعد هذا الفاصل.